لطيفة خيري رئيس جمعية نكهة بلادي و ممبر فونداتور دو فيستيفال مغربان دي كوسكوس اللي حابينه يكون مهرجان يعرف بتونس ودول الجوار. اخترنا احنا من الاول كانت مجرد عملية بحث على تراث الكسكسي في تونس. لقينا برشا خصوصيات واختلافات في مختلف الولايات، لكن لقينا اللي الوطن القبلي يتميز بانواع اخرى وحبات اخرى مش معروفة العامة التوانسة. Donc, en 2013, nous avons fait la recherche sur le patrimoine culinaire de la région du Caban. Entre-temps, puisque nous avons travaillé dans les autres, nous avons vu un nouveau couscous dans les autres régions. Donc, nous avons fait assez de matière pour nous faire un maharajan. Nous avons vu la maquille chahira d'Ibn Khaldoun, qui est « Halle de rouz, labbès le barnous, et le couscous ». Nous avons dit que c'est un sujet qui peut donner une image maghribienne au sujet اللي احنا نحكيو عليه اللي هو الكسكسي. دونك قررنا انه معناها اون لونس سيت انيسياتيف في 2016 دان فيستيفال مغربا. الحمد لله توفقنا انه الجزائر من الدقيقه الاولى دخلت معنا بارتنير وقالت انا سامانتيغيس اوسي دافوار سيرتو لا دوزيام ايديسيون ان الجيري، اي تفاعلوا معنا ورغم معناها كل شيء مشاو معنا لباريس وعملوا معنا لو كسكس ديبا لو 10 فيفري ا باري، وعطانا نتيجه باهيه لو كسكس ديبا باغي، خاطر يعني برشا تلقينا برشا طلبات انه نعملوا المهرجان خارج ارض الوطن. دونك قررنا باش تكون لا بروميير ايديسيون في تونس لا دوزيام ايديسيون في الجيري اون مارس 2017، لكن احتمال فما من هنا الشهر جوان ياخذوا قرارنا فين باش نعملوا لا بروميير ايديسيون خارج ارض الوطن. نابل اخترناها هي الوطن القبلي مش نابل بالذات، معناها اليوم احنا في نابل لكن بدا المهرجان يعني العمل على الباتريمون بدا من قليبيا ومن هواريه ومن السمعه باش تراو من بعض نساء من مختلف معتمديات الوطن القبلي. احنا من الاول في البحث نتاعنا قلنا كل ريجيون نعطيوها موضوع ونقعدوا نواصلوا عليه. في من 2013 قررنا نابل لانه لقينا التميز في حبات الكسكسي، عندهم اختلاف اكثر من اي ولايه اخرى في نوعيه الحبات مش في الغوسات. يعني اليوم احنا في الـ في الـ في العمل نتاعنا على الباتريمون نحبوا نقولوا راو لن نكتفي بما نراه، نريد ان نمشي ان نذهب الى مرحله ما لا نراه، مرحله انه فماك البحث على الباتريمون في عمق الريجيون حاجات ما كناش نراوهم. انت توا كي تمشي للهواريه مستحيل باش تلقاها كسكسي دراع، وتنجم تمشي 100 مره تسخر روحك عرفت الهواريه، لكن طونكو ما ريتش هويه الريجيون بالكدا يعني عند المتساكنين نتاعهم اللي يعرفوها اللي هما ممكن يروجوا للهويه نتاعهم بالاكلات وباللباس وبرشا حاجات. احنا مختصين في الاكله دونك اون ترافاي كو سيغ لو كلينير يعني سيغ لا تراديسيون كلينير. دونك هذا هو علاش وقع اختيار الوطن القبلي، مع العلم انه اختيارنا الوطن القبلي لكن الوطن القبلي حاضن للولايات الاخرى وحاضن للمهرجان ككل. والحمد لله كما قلت لك قبيله انه فما لقينا كمان في اخر لحظه سبونسور نتاعنا كسكسي ديري، ولقينا زاده دعم شويه من الولايه كمان احتضنونا درنير مينوت وسهلونا برشا حاجات وعاونونا.